الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أشكر الإخوة القائمين على أمر المحاضرة وأهل هذه المدينة الطيبة الذين استضافوا المحاضرة، وهي أعني المدينة وأهلها ينبوع من ينابيع العلم في البلد ومصدر للمناهج عندنا في السودان. وأتقدم أيضا بالشكر للحضور من الدكاترة والأساتذة العاملين بالمناهج والإخوة اللي جاءوا من المدينة ومن خارجها. وأشكر كذلك الشيخ مزمل والشيخ شهاب على ما قدموا وأفادوا. ورسالة أولى للحضور إنه يركزوا على ما قيل من معلومات فيما يخص الخلفية المنهجية للرجل المتولي أمر المناهج واللجنة المعاو اللي شكلها أو حيشكلها لتقوم على وضع المناهج. فانتبهوا للخلفية العقدية التي ينطلق منها هذا الرجل ومن معه، وكذلك للشباب الحضور في المحاضرة زي ما كلموني بعض الإخوة إنه في شباب من الجمهورين حاضرين أو من العلمانيين، من الناس اللي ساهموا في إنه يجي القراي هنا ويشارك في النادي في الندوة بتاعته اللي أقام عن المناهج. فبلغوا الرسالة دي، وهي إن شاء الله بتصلوا ما قيل في المحاضرة وما سيقال عشان الناس تكون على بينة. وهذه المحاضرة أيها الإخوة سميناها المؤامرة على المناهج، لما نعلم ما حيك من مؤامرة من خارج هذا البلد ومن داخل البلد، مؤامرة أريد بها النيل من هذا البلد المسلم. وأنا داير الناس في الأول يشيلوا من ذهنهم تماما التشغيل اللي بيقولوه العلمانيون وأعداء الإسلام اللي بيضعوا كل إنسان يدافع عن الدين الإسلامي في قالب إنه هو يدافع عن الكيزان أو عن المؤتمر الوطني، وتحت هذا الستار وتحت هذا اللقب بيصد كل إنسان خرج رغبة في الدفاع عن دينه وذودا عن حياض عقيدته. انت بيثبطوك وبيحبطوك بانه انت ما غرت على الدين، انما انت غرت على ما ذهب من ملك الكيزان. ونحن تأذينا من الكيزان اكثر مما تأذيت انت، والشعب السوداني تأذى منه ما تأذى. لكن اعرف تماما واعلم ان الشعب السوداني ومن خرج حتى في الثورة، ولا نوافق على الخروج، لكن من خرج لم يكن يوما من الايام خارجا لانه ناقم على الدين الاسلامي. الشعب السوداني ما عنده مشكلة في الدين الاسلامي، عشان انت تجي تختزل كل جهود الناس اللي عملوها ان كانت صح ولا غلط، تختزلها في محاربة الدين الاسلامي. الشعب السوداني عنده قضايا معينة خرج بسببها، قضايا تتعلق بالمعيشة من صفوف العيش، وتتعلق بحركته وحياته، صفوف البنزين، المشاكل في المستشفيات، في التعليم، في الصحة، دي القضايا بتاعته. لكن الشعب السوداني ما تفتكر أيها القراي أو من معه، ما تفتكروا إنه الشعب السوداني خرج ناقما على الدين الإسلامي أو عنده مشكلة مع الدين، أبدا أبدا، عشان ما تستغلوا هذه الفرصة. وبالتالي يا إخواننا، المؤامرة على المناهج حيكت خارج هذا البلد، عشان كده إحنا سميناها مؤامرة.
سمعت في كلمة لواحد من الناس اللي مشوا في أمريكا، وجزئية من الخطاب بتاعته بتوريك شكل الخطة التي تحاك لهذا البلد. وديك كلمته، قال Let us agree on how Sudan should be ruled and then let the issue of choosing who will be the representative to rule Sudan in the future to the Sudanese civilian people. معنى الكلام، دعونا نتفق على كيف يحكم السودان، وبعد ذلك دعوا قضية من سيحكم السودان، أي بناء على القانون اللي بيضعوه، من سيحكم السودان؟ قال خلوها يختار الشعب السوداني. انتبهوا لخطورة الكلمة، يعني هم يضعوا لنا كيف نحكم السودان، وبعد ذاك نجي نحن نطبق ما يمليه علينا أعداؤنا. واعرفوا تماما يا اخواننا، في اي بلد من البلدان له سياده وله احترام لارثه، ان كان الارث الديني او الارث الثقافي، لا يقبل ان توضع المناهج الا على حسب ما يتوافق مع الارث في البلد المعين. كنا في ورشه في جامعه الخرطوم ونحن طلبه في الماجستير، الورشه اقيمت لبرنامج اسمه Materials Development اللي هي تطوير المناهج، وضربوا نموذج، قالوا في منهج هو منهج انترناشنال بتاع لغة انجليزية، وطبعا من خطورة مناهج اللغات عموما ان اللغات لا تدرس الا ومعها ثقافة من يتحدث اللغة، ما بتدرس لغة الا مع ثقافتها، عرفتها؟ لما عرضوا البرنامج ده بتاع تدريس اللغة زي برامج الهيدوي وبرامج غير البرامج انترناشنال بيدرسوها اللي هي انستيتيوتس عالمية، فقدموا البرنامج طلبته السعودية، لما عرضوا لهم البرنامج بتاعهم بتاع لغة انجليزية ان يدرسوه، السعودية طلبت منهم تغيير قبول اللغة وتغيير كل الثقافة الموجودة، وما قبلت يدرسوا منه ولا مستوى واحد حتى تتغير الثقافة الموجودة في اللغة الإنجليزية، تتغير بثقافة بلدهم هم، عشان ما يجي طالب عشان يعلموه كيف انت تشرب يقول لك I drink wine، اشرب خمرة، لا. ودي اخواننا من النماذج اللي نحن بنحمدها في منهجنا السوداني، وفي من نماذج انا حاجة اتكلم عنها بعد شوية في اشكالات واخطاء وبوريك نماذج، لكن من الاشياء اللي بنحمدها في بلدنا انه نحن عندنا منهج بتاع لغه انجليزيه وبتاع اللغات زي الفرنسيه وغيرها، المناهج المصممه للسودانيين مصممه على الثقافه السودانيه، ما عندنا في منهج اللغه الانجليزيه بوي فريند ولا جيل فريند ولا فلانه طلعت مع عشيقه ولا مع عشيقتها المرأة، ولا عندنا الشغل بتاع الجيز الرجال اللي بيتزوجوا الرجال، ولا عندنا شغل بتاع لسبيان النسوان اللي بيتزوجوا نسوان، ده في مناهجنا ما في، ولا عندنا في المنهج من أوله لآخره إن واحد بيمشي بيشرب الخمرة، ده ما في. الثقافة اللي وضعت عليه اللغة الإنجليزية وضعت على الثقافة السودانية، وده أقل لها أنت لو زول ما سايجنك أسيادك من برا، أنت مفترض يكون عندك عزة بثقافتك اللي هي منتوج بلدك وحضارتك اللي أنت بتعتز بها كسوداني، فضلا عن أعلى من ذلك أنك أنت مسلم. لكن لاحظ هم داري يجيبوا لنا ثقافات مستوردة من برا عشان يدرسوها لأولادنا هنا، وبالتالي يا اخواننا بقت دي قضية مؤامرة متكاملة. اجي يتكلم المقطع المقزز جدا كونه يقول في كتاب الهندسية في المقدمة
إنه الطالب يتعلم الهندسية شان يعلي كلمة لا إله إلا الله ويقول ده هوس ديني. فهم ما وجدوا حتى يكتبوا فيها الكلام ده في المنهج، فقاموا كتبوه في مقدمة. قال شنو؟ قال أنه يعني ثم لنا أن نسعد بتحقيق آمال واقعية من دراسة الهندسة الكلام ده كله، مثل إنشاء نسعد بآمال يعني مثل إنشاء مترو أنفاق من حلفة بين حلفة والخرطوم والسودان ونيالة والفاشل وما بينهما، ومد شبكة الطرق التي تقود جميعا للخرطوم، وبناء الجسور والقناطر التي تضمن انسيابا منتظما للنيل، وتحقيق أحلام مثل امتلاك القوة العسكرية. ده بدراسة الهندسة يعني النافذة، ولرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله في الآفاق. طيب ما هو الكلام ده يا دكتور؟ الكلام ده روح. الكلام ده هوس ديني. روح كويس. ده هوس. امتى أسيادك اللي قروك في لاهاي ما كان تمشي تقول لهم ده هوس ديني كونك تكتب امتى في العملة بتاعتك الوطنية 1 دولار 5 دولار 10 دولار 20 دولار 100 دولار مكتوب عليها ان جود وي تراست، نثق بالله، وان كان الله اللي بيعبدوه هو الثالوث بتاعه، لكن كاد منها في عملة وانت بتاكل بيها وبتشرب بيها وشايله في جيبك، ودي اللي غزوك بيها، ودي اللي لفوا بيها راسك واكلوا بيها مخك، قروش وانت شايله في يدك وفي جيبك كاتبين فيها ان جود وي تراست. ليه ما اعترضت عليها؟ ما قلت ده هوس ديني ولا حقهم؟ هم ما هوس ديني، لكن حقنا نحن يبقى هوس ديني. دي ما معلومات موجودة تقدر تنكرها انت؟ جيب دولار السيدي نشوف مكتوب فيه شنو. شوف انت المعترض عليه اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته اللي ما دايره، دار يحذف القرآن من المناهج التعليمية غير التربية الإسلامية، وفي التربية الإسلامية قلصوه ويحذفوا الأحاديث. محمد صلى الله عليه وسلم أكان وقت تمشي هناك في لاهاي تمشي تسأل عنه هناك بيقولوا عنه شنو؟ خليك من الكلام العالي كلام ربنا عنه، وإنك لعلى خلق عظيم. ده أنت ما بتقتنع به، أمشي أسأل جماعتك. وأنا نقلت يا أخواننا كلام هنا بنصه. أول حاجة كتاب مايكل هارت 1978، كاتب عنوان الكتاب The 100 Ranking of the Most Influential Person is in History، يعني العظماء المئة، ده عنوان الكتاب. شوف جوا أول واحد من العظماء المئة قالوا The first person on her list is Prophet Muhammad، ونحن بنقول صلى الله عليه وسلم. قبال ما انت تجي تتكلم هنا للمسلمين وتقول لهم نحن دارين نطلع القرآن ونطلع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، امشي اسأل سيادك، اسألهم قول لهم محمد ده شنو عندكم؟ واشنطن بوست، دي الكترونيك نيوز بيبر وايجنسي بتنشر في 1930، عندها تقرير، والتقرير ده عملوا منه نحت في المحكمة العليا يو اس سوبريم كورت، المحكمة العليا في الولايات المتحدة، نحتوا 18 نحت، وإن كان إحنا النحت ما بنقبله، 18 نحت ل 18 عظيم بيسموهم the greatest law givers، أعظم 18 مشرع مروا على التاريخ، the history all over the centuries، أعظم 18 عملوا نحت اليوم، من ضمنهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الناس لما اعترضوا كويس كاتبين جوا في النحت بتاعهم إنه US Supreme Court considers محمد to be one of the 18 greatest law givers.
ديل الكفار بتاعينك قناعتهم إنه محمد، ونحن نقول صلى الله عليه وسلم، هو من الايتين 18 العظماء في وضع القوانين المر على تاريخ البشرية جمعاء. انت جاي هنا وذليل وحقير وما داير تعتز بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله نحن بنعتز بها ونعتز بأي حرف قاله النبي صلى الله عليه وسلم. بل لا يزال الناس لحد الليلة النظريات العلمية بتكتشف وبتطلع أبحاث وتثبت هذه الأبحاث، وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم زمان قبل 14 قرن من الليلة. كويس؟ المؤامرة يا أخوانا على المناهج بقت ظاهرة جدا، عشان كده أنا دار أختصر كلامي في نقاط. كلام شيخ مزمل ده واضح، الخلفية بتاعت الراجل ده والناس اللي معاه خلفية جمهورية، والجمهوريين انت قد تتساءل ليه هم بيجدوا التأييد من العلمانيين، لأنه الجمهوريين فكرهم أكثر فكر ممكن يدعم العلمانية والإلحاد، لأنه بيلغي القرآن الذي نزل في المدينة، والقرآن الذي نزل في المدينة هو القرآن الذي فيه الأحكام، أحكام الإسلام، لأن القرآن الذي نزل في مكة ليس فيه إلا من الأحكام يعني إلا التوحيد والصلاة. أما بقية الأحكام من حرمة الخمر والميسر والزنا وفرض الحجاب والأمر بالجهاد، ده كله نزل وين؟ في المدينة. عشان كده لما هم يأيدوا الفكر الجمهوري كده حيتخلصوا بزعمهم من كل الأحكام والتشريعات الموجودة في الدين الإسلام. عرفتها؟ عشان كده هم من ضمن المؤامرة وضعوا الجمهوري في الموضع الحساس ده. ده احنا بنعتبره كريتيكال بوينت، موضع حساس، لأنه من خلاله ممكن يأثروا على كل مفاهيم التلاميذ، بيأثروا عليها. واعتراضه انه يا اخي جاي في الجريدة، شيخ مزمل دي ما اظن جابها في الجريدة، جايب انه طالب سنة اولى ولا سنة كم تانية ما عارف، قال كيف يقروا سورة الزلزلة في الروضة مش كده ولا اولى؟ اي هو جابها شيخ مزمل جابها، قال كيف يقروا سورة الزلزلة. احتمال الزول ده يكون ما عارف سورة الزلزلة ده قدروا كيفي، احتمال يكون ما عارف، لانه ما زلزلة كده بيعتبر كبيرة، زلزلة بكون فاكر حاجة كبيرة. ده زي قالوا واحد من أن العام ذيلك يوم واحد جا صلى بهم، وبعد ما صلى بصورة النمل، الزول ده منكر عين شفن وغلبته الوقفة، انتهى من الصلاة قال دي صورة شنو؟ قال دي صورة النمل. كويس، فاتوا. جو المرة جاية من الأول وقف مولانا، قال لي تصلي بيني بصورة شنو؟ قال لي بصورة الفيل، قال لا دول خلاص الله بيني وبينك، فات خلاها، لأنه إن قال صورة النمل وقفتنا نحن قريب تلت ساعة ولا نص ساعة، معناها صورة الفيل دي بتصبح بين الوطا. هو ذاته تلقى متخيل الزلزلة كدي، الزلزلة ما قرأ المناهج يا أخوانا للأسف الشديد، المناهج اللي هو بيتكلم عنها دي هو ما قرأها ولا بيعرفها. انت يا اخي تعال نحن نوريك الاشكالات في المنهج، ونوريك ذاته المنهج بتوضع كيف. انا اديك نقاط محدده عشان دار اختصر الكلام، وحبيت انا اشارك بالنقاط دي لانه معانا هنا دكاتره، وانا قابلت جزء منهم وناس موظفين في المناهج، ولعلهم يوافقوني فيما اقول. اولا يا اخواننا، المناهج توضع، مناهج العقيده توضع على ما يتفق عليه الناس، ولا توضع على مبدأ فكر محدد من ضمن الناس، إنما توضع على المتفق عليه، وده ذاته اللي احنا دايرينه. والمتفق عليه أنا ما بقصد به يعني اللي بيتفق عليه الناس يعني، لا، المتفق عليه في الشريعة الإسلامية. ولذلك لما جاء الإمام مالك رحمه الله تعالى وأراد أن يوطئ الموطأ، قال له المنصور وطئ لنا موطئا جنبه
شواذ ابن مسعود وترخص أو رخص ابن عباس وتشديدات ابن عمر. أنت بتضع منهج على هذا القالب. أرجع لعقيدة المسلمين، وفي جانب العقيدة والشريعة الإسلامية دائما الإنسان بيرجع إلى الوراء، لأن المصادر مصادر تلقي الشريعة الإسلامية ورانا في المصادر الأولى القرآن والسنة وما كان عليه الصحابة. يا أخي والله في العقيدة لو سنة كاملة درسوا أولادنا فقط حديث ابن عباس بس. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. بالمناسبة الحديث ذا عقيدة وأخلاق وسلوك لأولادنا. قل لي احفظ الله يحفظك، لو الناس عملت بيدا ما كان بنلقى السرق والنهب للأموال العامة أموال الشعب، ما كان ده بيحصل. يحفظ الله يحفظك، أي يحفظ ربنا فيما وكل إليك في أي أمر من عباداتك وعقيدتك. احفظ ربنا، ربنا بيراك يا أخي. لما أنت تختلي بمال الشعب وبحرمات الشعب وبالأعراض، احفظ الله يا أخي، احفظ ربنا في نفسك، ربنا بيحفظك. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث بالله لو قالوا لأولادنا في أي سنة خطوا في الكتاب في أول صفحة في الكتاب، ما نحن بنستفيد؟ عشان مجتمعنا نحن المخالفات الشايفيننا، والآن بحت حلوق الدعاة وإنه ينادوا بإصلاحة في المجتمع من دعاء غير الله والتوكل على غير الله وعبادة الكباب والأضرحة وعبادة غير الله اللي منتشرة في المجتمع. الحديث ده ما بصلح علينا، ودي من المسائل اللي انت لو جيت يا القراي وقلت نحن نقعد عشان نصلح وأشاور الناس، دي نحن بنشير لك بيها، لأنه إصلاح العقيدة هو اللي بيصلح البلد ما بيصلح الفوضى. ولأنه الكيزان الناس مشكلتهم معاهم ما في الدين، مشكلتهم في عدم الدين ذاته، مش في الدين، مش دينهم كثير لحد ما الناس كرهت الدين، لا مشكلتهم انه ما طبقوا الدين ده كويس. عشان كده يا اخواننا من الاساسيات في المناهج ان توضع على ما يتفق عليه الناس. لكن تجي انت في بلد مسلم تقول لي يا اخي انا ما دار احرج لي 40 طالب نصراني، ما دار احرجهم، اخذت لهم آية قرآنية، ليه ما تحرجهم؟ ربنا في القرآن ورانا الحكم في التعامل مع الذمي والمعاهد والمستأمن القاعد في بلدنا، ما بنقتله ولا بنهينه فيما ربنا ما أمرنا به، لا أبدا. ربنا سبحانه وتعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، نحن بنحسن لهم في المعاملة في الدنيا، بنعاملهم معاملة كريمة. لكن في الشرع أنا أعمل شنو؟ ربنا قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. لو جاءت أنت بتحاكمهم إلى الشريعة الإسلامية. طيب لو مشوا هم قالوا دارين نعمل مناهج حقتنا برانا ونقرأ مناهجنا، خليهم يعملوها. الآن عندهم مدارسهم برام في ذو السالم، حتى في عهد الكيزان في ذول بيسألوا عندهم مناهجهم براهم، مدارس كمبوني مدارس غيره، ما دلك شغالين فيها. بل يا أخي أنت ما تقدم لهم الخير يا أخي، ما تخليهم يقروا مناهجنا نحن تحت الإسلام لعله ربنا يفتح لهم ويدخلوا الإسلام. ليه يا أخي تحارمون؟ بل كونك أنت تقول أنا بقدر مشاعر الطلاب غير المسلمين، أنت ما قدمت لهم خير، بل أنت تحبب لهم انه يخشوا في مدارسنا نحن ويقروا مناهجنا نحن، لانه نحن بنقدم لهم هديه اغلى لهم من نديهم خبز ولا نركبهم مواصلات ولا نقريهم جامعات ولا نعالجهم، بنقدم لهم هديه ارقى واعظم من ده كله وهي الاسلام. الاسلام اعظم لهم من ده كله، لانه لو اكلناهم وعاشوا في ظل دولتنا من غير ما يستفيدوا مننا نحن، دي تبقى مشكلة. عشان كده دي من الغلطات اللي وقعوا فيها الكيزان، وانه يتحملوا الكلام ده كله ويتحملوا نتائج كثير من اللي حصل له، يتحملوا نتائجه، لانه النظرة العنصرية اللي سادت في البلد انه الدين الاسلامي دين العرب والدين النصراني
دين الأفارقة اللي ما هم عرب دي نظرة أخرت الدعوة الإسلامية في البلد دي. كان مفترض النظرة ما تكون فيها عنصرية. الإسلام يسعنا كما وسع بلالا ووسع خبيب الرومي ووسع سلمان الفارسي وأجلسهم في مكان واحد مع أبو بكر الصديق الغرش. دي النظرة المفترض كان تكون. لكن أقول النقطة الثانية يا أخواننا والمهمة أيضا في المناهج، الفقه أن يوضع على الراجح من أقوال الأئمة ويوضع على الوسط. يعني حتى بتلقى في كثير من الفصول الدراسية إنه المنهج موضوع على 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 الوسط، وده المفترض كده. طيب أيضا مراعاة في المنهج، مراعاة في التعليم دي مفترض تكون وما موجودة. إنه الأولاد يقروهم حاجة والبنات يقروهم حاجة برام، ما ممكن يكون نفسي المسائل أنا بقرأها للولد بقرأها للبنت. لقيت ولدي بيحضر في بيحفظ بيكرر في قصيدة في سنة رابع ابتدائي، بدينهم ليه يسمى أنا الفتاة الملهمة. يا ولدي قلت لك الفتاة الملهمة، الله يعوضني أنا الله يعوضني. يا أخوانا مفترض يراعى المسائل تتعلق بالرجال وتتعلق بالنساء، ما يقروهم حاجة واحدة. أيضا تراعى السن في المناهج، ما ممكن أولاد لسه ما وصلوا سنة ثالثة ابتدائي بيقروهم الأعضاء التناسلية وطريقة التناسل عند الحيوان وعند الإنسان. يا ناس والله الأولاد دي لما يجوا يسألوا أمهم في البيت، أمهم ذاتها تخش فيها ضافرينة، توريهم ولا ما توريهم السن؟ يا أخوان الكلام ده ما بيجي. لابد تقدر وتراعى السن في دراسة أي معلومة محددة. لكن ديل عندهم بالمناسبة إنه الطفل من قبل بحاجة يسمى بري سكول أو كندر جارتن، قبل سنة أولى ابتدائي بيقروهم حاجة يسمى سكس، كيف يعرف موضوع مواضيع السكس دي كلها بكون بيعرفها. طفل صغير لسه عمره ما تم 6 سنوات، دي بالمناهج الغربية بيقروهم كويس. وديل جايين يطبقوا نفس الشيء ده عندنا نحن، ودي ثقافات دخيلة علينا ودي أخلاقيات دخيلة علينا كويس، جايين يطبقوها عندنا. نمشي. أيضا تعليقهم عليه إنه الشنطة المدرسية كبيرة على الطالب، تعليق صحيح ده نحن بنوافق عليه ما في مشكلة، تعليق صحيح الشنطة المدرسية كبيرة، لكن هم دارين نقصوا الشنطة المدرسية نقصوا منها القرآن ويدخلوا فيها شنو؟ الموسيقى. يعني دارين ينقصوا آيات بس كويس من أو صور ويدخلوا كتب، دارين يدخلوا الموسيقى. انت عارف ادخال الموسيقى ده معناه شنو؟ أقلها من ناحية مادية بس، دي تكاليف على المدارس وما بيقدروا ليها. نحن في منهج اللغة الإنجليزية بنعاني في تدريس اللغة الإنجليزية إنه عندنا مهارة بتاعت الليسنينج، مفترض نستمع، الطالب ده يستمع للناس اللي بيتكلموا اللغة بسموهم ناتيف سبيكرز، الناس اللي بيتكلموا اللغة عليه أصلا مفترض يسمع. نحن ما قادرين نطبقها لليلة في مدارسنا في السودان. ليه؟ إمكانات المادية ما في. طيب نحن ما المدارس ما قادرة توفر مسجل كاسيت شريط عشان يسمعوا منه الليسنينج، عشان كده في المنهج ما خدتنه ذاته. إذا ما قادر توفر مسجل كاسيت المدرسة توفر لها أستاذ بتاع موسيقى وأدوات موسيقية وياتوا أدوات دي، وهل ده من المتفق عليه بين السودانيين؟ يا ناس الكلام ده ما بيجي. ونحن والله بالطريقة دي شوف انت حتخش في صراع هو ده ما فاهمه ذاته، وانا اوريك وحتصطدم. انت حتدخل في صراع لانه المنهج اللي انت بتقدمه حتى لو وضعته على اي شكل من الاشكال هذا المنهج حيمر وبدرسوه اساتذه، واغلب الاساتذه ديلوا نسبه 90% ما بيتفقوا معاك في المنهج العلماني اللي انت بتخطه، وحيبقى الاستاذ في حاله بتاعت نقد دائم
للمقرر الموجود في يد الطالب، وفي في في الناحية التعليمية أي نقد يوجه الأستاذ للمنهج القدامه ولو في الطباعة بهز قناعة الطالب في المنهج اللي بيدرسه، ودي مسألة سلبية في العملية التعليمية. بالمناسبة لو في خطأ فقط إملائي في الطباعة بس موجود في المقرر بهز قناعة الطالب في المقرر بتاعه. ونحن الآن بندرس في المقرر، وأنا أكاد أكون حافظ مقرري اللي بدرسه، اللغة الإنجليزية أولى تانية تالتة وفوق منا وتحت منا، كويس؟ عارفين مواضع فيها أخطاء إملائية فقط في الطباعة. لما نجي فإحنا بنتحرج، لما نقول للطالب كلمة سوز مكتوبة في كتاب تالتة منهج تالتة في آخر الكتاب شابت النايم مكتوبة من غير دبليو، أقول للطالب أضيف دبليو للكتاب جوا، الطالب حيجيه إحساس بأنه كتابي ده ناقص والأستاذ أشطر من الزول الوضع الكتاب ده، إحساس بيجيه كده، وده سلبي على العملية التعليمية. ما بالك أنت لما تضع مناهج تأخذ فيها أفكار فلسفية وأفكار إلحادية، ويجي الأستاذ بيدرس في الطالب ويقول له النقطة دي اللي بيدرسوك لا دي فيها مشكلة وده غلط، أنت أكتبها في الامتحان لكن ما تعتقدها، لو اعتقدتها بتمشي جهنم. حيبقى في صراع بين الطالب والأستاذ والمنهج، وده سلبي على العملية التعليمية، وده إجهاض للعملية التعليمية في السودان وتدمير للعلم، عرفت أو لم تعرف أنت حتدمر العلم بالطريقة دي، كويس؟ نحن ما أخواننا ما عندنا مشكلة كونه تنتقد المناهج انتقادات صحيحة وسليمة. تعال الليلة أنا بديك الآن معلومات، واكتب عندك لو في جمهوري قاعد والكلام ده اللي يصل القراي، في اشكالات موجوده في المنهج، في معلومات دايره ابديت، دايره تعديل وقاعده في المقرر بتاعنا، ولما نجي ندرسها للطلبه كل مره قاعدين نعدل لهم في المعلومات. اديك لعبه نصه في شابتر 1 كتاب ثالثه عندهم: The world population is now about 5000 million people، سكان العالم حاليا 5000 مليون. الكلام ده مكتوب في التسعينات، مفترض يتجدد. وقالوا it is expected to rise to 8500 million people by the year 2025، في سنة 2025 مفترض يصل لكم؟ لتمانية ألف وخمسمية مليون شخص، والآن سنة 25 فاضل لنا منها 5 سنوات، وتعداد السكان في العالم الآن 7 مليار و500 شخص. فات العدد المكتوب ولا ما فاتوا؟ فاتوا بكثير، وحتى الآن ما تعدل ولا تجدد ولا حصل له أي شيء. في شابتر 7 تحت العنوان ديفلوبمنت عندنا معلومة واحد، إنه كنديانز الكنديين are participating in oil exploration and exploitation. الكنديين شغالين بينقبوا في البترول وبيستخدموا فيه عندنا في السودان. في كندي لاقاكم؟ ما في كندي الآن. أه؟ ما في كنديين بيشاركوا؟ أه؟ في ال 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 طيب أديك زيادة ثاني. قالوا سودان is the biggest country in Africa. لا ما بقس كنتري لأنه انقسم، والقسمة هم ما حسبوها لأنه الكلام ده قبل ما ينقسم، كويس؟ طيب عندنا قال we have now 25 universities، we have 25 universities and educational institutes in Sudan. عندنا كل الجامعات وكل المعاهد التعليمية في السودان كم؟ 25. أنا الطلبة لما أدرسهم بقول لهم إحنا في السوق العربي عندنا أكثر من 25، من جامعة لمعهد السوق العربي براو. بيقولوا لك إنه The Salvation Road is a project to be completed، يعني هو لسه مشروع. Salvation Road ده شارع حققنا البجاي ده، المارك في له بيض ومنا ماشي غادي لحد دارفور. قالوا ده مشروع سيكتمل غريبا، لسه نحن بندرس في حاجات زي دي.
انت يا القرائي ما تيجي تعترض على ده؟ المعلومات الجغرافية الغلط اللي احنا بندرس فيها تعترض على انه في الجغرافيا بيدرسوهم انه يتعاقب الليل والنهار، لانه ربنا قال في القرآن يتعاقب الليل والنهار. ها؟ تعترض على كلام ربنا وما تعترض على المعلومة الغلط؟ معلومة الغلط اللي احنا اللي بندرس فيها لطلبتنا. وقالوا عندنا ان اذرس، قالوا فروم خرطوم تو بورسودان انتو كسلا، طريق بورسودان وطريق كسلا they are just projects not completed till now. حتى الان نحن بندرس في طلبتنا انه طريق بورسودان وطريق كسلا haven't completed yet، لسه ما خلصت. والطالب ممكن يكون جاي من كسلا بالبص وانا اجي ادرسه انه لسه طريق كسلا ما اكتمل. ليه يا القراي ما تعترض على المعلومات الجغرافية الغلط دي؟ تعترض على انه ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. تعترض على دي؟ تعترض على كرم ربنا عشان تعرف انه القضية ما قضية مناهج يا اخواننا، القضية ما قضية مناهج. ودي انا جبت لك نماذج، وإلا ممكن أسمع لك كثير مشاكل نحن بندرس وبنرجع في المنهج، نرجع فيه وبيجاي ونرجع فيه وبيجاي، ونقول للطلبة كان قول لكم في الامتحان قولوا كده، والشي تفهموا انتوا كده، التفهموا كده وتقولوا في الامتحان كده. نحن شغالين زي ده، بندرس في الطلبة ثقافة ما حقتنا، ثقافة ما حقتنا. كويس، الطالب يدرس في كتاب الليتريتشا الولد بيبوس البيت، والطلبة ذاته ما عندهم رغبة في الحاجة دي، أول ما تقرأ له أيوة يا أستاذ يقول لك اقرأ تاني ما فهمنا. ده يا أخوانا ما ثقافتنا نحن، ليه نقريهم كده؟ نحن ما عندنا روايات بتاعت الليتريتشا محترمة. وزي ما قال لك الشيخ منزم الجبيل إنه الفيلم ده كده جائزة، تعرف إنه الأفلام بدها جائزة ليه؟ وده القراي ما بعرفه، ده تخصصنا احنا. الافلام بدوها جائزه لما الفيلم يكتب على الطريقه التي يحبها الغربيون. الطيب صالح ادوه جائزه في The Season of Migration to the North، موسم الهجره للشمال. ليه؟ اقرا جوا شوف الحاصل، شوف بيت مجذوب قال شنو؟ في ناس قروها، شوف بيت مجذوب لما تاخد تجر لها سيجاره كده وتنفق الهواء ده وتخلف كراعه بتقول شنو؟ انت بتعرف انه ليه ادوه جائزه؟ مش عارف الحاصل. الفيلم ده زول بيغتصب امه، بيغتصب امه، وامه في النهايه بترضى له وبتطاوعه. دي ثقافتنا يا اخوان، اسالكم بالله دي ثقافتنا؟ نحن كسودانيين بنعرف كلام زي ده؟ يا اخي ده احنا ما بنعرفه، يا اخي ده البهايم ما بتعرفه. حصان ذكر في السنه او ذكر في التاريخ، حصان كل ما يودوه انه يلقح امه بيرفض، كل ما يودوه بيرفض لحد ما في النهايه غطوا له وشه وما عرف انه دي امه. وواقعه اول ما كشفوا له وجهه وعرف انه دي امه لوى عنقه واخذ بذكره بفمه ثم قضمه ثم مات، قطع ذكره لأنه ضاجع أمه. دي ما ثقافتنا ولا أخلاقنا نحن عشان يجوا يدرسوها لأولادنا نحن في المدارس. طيب أيضا من الأشياء المهمة في التعليم يا أخواننا النأي بالتعليم تماما عن السياسة، دي قاعدة في التعليم. والدكاترة المعانا هنا وحضرة الأساتذة بيأكدوا المعلومة دي، إنه نحن عندنا في التعليم ننأبه تماما عن السياسة، ما بندرس طالب المواضيع السياسية. ولو في الحصة الطالب سألك عن سياسة أنت ما بتتبحر معه ولا بتدخل معه في الموضوع ده، بل الطلبة لحد قريب بيجي بيسألونا أيام الشهادة السودانية يقول لك متوقعين العام ده يجيبوا مثلا كمبوزيشن عن دارفور كرايزيس، أزمة دارفور، أو متوقعين إنه يقول لك the separation of South Sudan
انفصال الجنوب ده موضوع، او يقول لك موضوع عن تيروريزم ان سوريا ان ايراك، الارهاب في سوريا والعراق وداعش ايسيس. مواضيع زي دي بنقول للطلبه ما بتجيكم في الشهاده السودانيه. ليه؟ لانه قناعتنا نحن في وضع الامتحانات انها توضع بمنأى عن السياسه تماما، ودي تربيه صحيحه عشان الطالب يتربى على اخلاق صافيه وما يتربى على صراعات سياسيه. دي المناهج بتوضع كده. قال نحن حنيجي نقري الشباب اغاني الثوره ولا ادبيات الثوره، وده خطا اخر، وهو اختزال التاريخ السوداني والارث العميق المترامي للشعب السوداني بما فيه من الخصال والاخلاق وما وجد عندهم من الاعراف، اختزاله في فتره بتاع الشهرين عدوها شباب فيها وما فيها من العجر والبجر والمصايب. دار تختزل لي كل ما في السودان في مواقف زي دي؟ السودان الفيه الكرم، الفيه الشجاعه، الفيه النخوه، الفيه نصره المظلوم، الفيه انه البيوت نفاتحه للضيف ينزل فيها، الفيه انه الزول بيطبح غنميه اللبن حقته عشان يكرم الضيف، اللي فيه انه لو انت تعطلت بقى عربيه في الشارع بيصلحوا لك عربيتك وبودوك البيت وبتاخذ راحتك وبتاكل وتشرب وتستقر. الاخلاق السمحه اللي عندنا نختزلها نحن في ادبيات بتاعت نصها صعلقه وقله ادب، كانت قاعده في احداث محدده تختزل. يا اخي الناس اعابد على الكيزان بعض النقاط اختزلوا فيها تاريخ السودان وحصروا في مجاهداتهم هم وجهادهم هم. الناس كانت بتنتقدهم في النقطة دي. دي أكان الناس بتنتقدهم فيها، لكن نجي نختزل تاريخ الشعب السوداني في مواقف محددة محصورة في فترة بتاع الشهرين وثلاثة. والله لو زول يختار مواقف زي المواقف المشرفة اللي تمت للسودانيين خارج البلد بتمثل في النهاية نخوة الإنسان السوداني، زي موقف الشاب اللي لقى واحد بيشحد بجلابية سوداني أو عراقي سوداني، اتصل على الشرطة وملص قميصه وقال له طلع العراقي السوداني ما تشحد به، لأنه الإنسان السوداني محترم ومكرم ومقيم حتى برا السودان، الناس بيقيموه بيحترموه. موقف زي ده ممكن أنت تضعه لأنه ده في النهاية موقف بيمثل البلد كله، لكن ما تختزل تاريخ السودان وإرثه في فكر يتعلق بمنهج محدد، لا منهج الكيزان ولا منهج غير الكيزان. ضع الثقافة السودانية، وثقافتنا نحن جمعاء. طيب مسألة لعلها أخيرة أو قبل الأخيرة، مسألة تحديث المناهج أو الآيات القرآنية. أنا بس عندي تعليق بسيط عليها، مسألة الآيات القرآنية في غير التربية الإسلامية، خطها في الجغرافيا أو في الكيمياء أو في الأحياء. إذا كان يا أخواننا الآية القرآنية بفهم صحيح بتدل على حكم المسألة دي، ما في أي مشكلة نخطها في الفيزياء في الكيمياء في الأحياء في أي حتة، نجيب حديث الذبابة وندرسه للناس. ده الغايظ جماعة الترابي، شفته الغايظهم، نجيب حديث الذبابة وندرسه، لأنه حديث الذبابة زي ما هي بتنزل جناحها اللي فيه المرض، اكتشفوا الآن إنه جناح الثاني فيه علاج، وهي بتنزل جناح اللي فيه المرض أول. قالوا الفقهاء إنه بتتخذ جناحها كما ذكر ابن القيم اللي فيه المرض نوع من أنواع الحماية بتنزله في الأول، فانت تقوم تغمسها جوا عشان تنزل الجناح الثاني اللي فيه العلاج، فيبقى المرض اللي نزلته يعالج باذن الله بالجناح الثاني اللي فيه العلاج. ده السنه المطهره دلت عليه، بل الدراسات الطبيه الحديثه اثبتت صحه الكلام ده. وانا اديك تجربه عمليه امشي اعملها هسه، دي عمليه. الذبابه دي فيها علاج اسمه العقرب، لو زول لدغته عقرب افصد المحل بتاع اللسعه، بعد ما فصلته اضغط الدم طلع الدم قدر اللي بيطلع يطلع، جيب الضبانه دي ودخلها جوه الجرحى واضغطها
ادعاك جوه الجرحى. ده من اسرع واقوى انواع العلاج، وده مذكور في الطب النبوي، ذكره ابن القيم في زاد المعاد وفي الطب النبوي، ده موجود في السنه. امشي طبقوا الليلة. شفت القى صح ولا ما صح؟ وما شاكين فيه نحن. نحن ما شاكين فيه. يا اخي من اسباب الوقايه، وده مفترض يخطه في العلوم، من اسباب الوقايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. الامام القرطبي قال: جربت هذا الحديث 20 عاما، قال يوم من الايام نسيته فلدغتني عقرب. 20 سنة. قال اذا كان يا اخواننا وضع الايات في مواضع صحيحه ده ما في اشكال، اما كون توضع الايات من باب الاشاره فقط، او من باب تأييد نظريه علميه ما نصت عليها الايه، ده انا بوافق شخصيا بحسب اللي بفهمه انه ما يعملوا كده. ليه؟ لانه بنعرض القران الى النقد، لان النظريات العلميه قابله للنقد والتصحيح والتطوير. فلو وضعت الايه انه محل استشهاد عليها، ممكن يجي في يوم من الايام يكتشف انه النظريه دي غلط، وتبقى انت عرضت القران للنقد. فلا يستعمل القران الا فيما نص عليه نصا صحيحا بمفهوم صحيح. طيب اخيرا داير اقول يا شباب، نحن عرفنا الحاصل وعرفنا الخلفيات المنهجية، زي ما تكلم شيخ مزمل، للناس الآن دارين يتولوا أمر المناهج، ونحن كدعاة لسنا سياسيين، ما دارين نطلع الناس مظاهرة ولا نقول لهم أيدوا الكيزان ولا أقيفوا معاهم، ده ما كلامنا ولا عندنا معه قضية. نحن إنما نحن كدعاة واجبنا نبلغ الحق ونبينه للناس ونكشف عوار الجماعة ديل، وانتوا عرفتوا انطلقوا في المساجد وفي الساحات العامة وفي المنابر، وكل ما وجدت متسعا من ناس بيسمعوا ليك بلغهم الحق ووصل هذه الرسالة. وأنا أكتفي بهذا القدر، وأشكر الجميع على ما قدموا من مجهود، والسلام عليكم ورحمة الله.